وربي إن مظلوم، ما في حد مظلوم يا كوش حبيبي، أنا مبسوط كده، ما أعتبر نفسه مظلوم ولا أعتبر نفسي ناقصني أي حاجة. أنا أسوي ستريم ساعتين 3 في اليوم بروقان بهدوء for fun, not a premier thing for me, I enjoy it. أخش وقت ما أخش، أمشي وقت ما أمشي، مبسوط الحمد لله. جانا 10 حلوين، جانا 100 حلوين، جانا 50 حلوين. لو قلبتها full time واجتهاد ولازم كل يوم وست ساعات وترتيب وشغل الديسكورد وشغل هذا، بعدين حجلس أدور على المشاهدات. ما في حد يكره المشاهدات، شيء طبيعي يعني، بس مش الأوبجكت الحقيقي. فلا تعتبرها، لا تعتبرها، لكن مبسوطين وحلوين وحاجة. اليوم في طاقة حنان يا إخواني، فالطاقة هذه أبغى أنزلها في كوتشينج سيشن قبل ما أمسك المدمر وأجلس أفلمه في الجيم. فاليوم سوف نتكلم عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن ماذا؟ إيش في موضوع شائك؟ ما في مواضيع شائك. Wave management يعني قد ما أعيد وأزيد فيها وأشرح للناس، still seems إنه الناس جزء كبير من الشباب يعني ما هم قادرين يتفهموا أو يطبقوا. How to translate a lead into a victory, that's a very vague general question. بس snowballing requires being active in the map, صح؟ يعني مثلا طبعا في اكثر من توجه الحق ينقال يعني، والتوجهات هذه كلها شفت لها نجاح. طبعا يعتمد على انت في اي لين، بس في كل الحالات let's say انت الميد لينر وعندك 3-0 هذه معناها اوكي، او حتى 2-0 بس انا اخليها 3-0، معناها انه you can kill الميد لين حقهم في اي وقت anytime 1v1، واحتمال كبير ممكن تقتل ال 1v1 1v2 حتى مع جنجل وارد. طبعا بما انه عندك 1200 جولد ولا يعني 1500 جولد مع المينيون زيادة تقريبا، بغض النظر عن الاكس بي ادفانتج اللي حيعطيك ليفل احتمال كبير او حتى ليفلين، حتكون اوريدي بحوالي 2000-2500 جولد ادفانتج، مفروض ايتم ادفانتج اي واحد تقدر تقتله. الادفانتج هذه عندك طريقتين تتعامل معها، تمام؟ يا انه يو كيب ابلاينج بريشر، تمام، وتتقدم، لانه لما انت تتقدم ان يو كيب ابلاينج بريشر وانت فايز ايش حيصير؟ الجنجل حقهم هيجي يبي يساعد، لانه اذا انت بتشلت التاور هذا فيو ار ابلاينج بريشر اجباري عليهم، وان يو ار ابلاينج بريشر عليهم الجنجل حقهم لازم يعطيك انت انتباه زياده، هذا بيعطي مجال للتوب والبوت حقينك انهم يلعبوا مع الجنجل حقهم بطريقه احسن، رايت؟ هذه طريقه او اخرى، وشفنا لينات كثير وشفنا قيام كثير، طبعا يعتمد على الشامبيون اللي تلعبه كمان يعني، شفنا قيام كثير الانسين بريشر اللي يفوز فيه يعني لما يفوز فيه واحد في اللين في الجيم، في لين كده يفوز وبشده، قد ايش البقيه كلهم يجلسوا يعني مطرطعين يسبوه، يا كلب انت بي طيب لا تموت، فتلاقي كل الناس يزعلوا. You take advantage of it by actually applying more pressure، وطبعا ما تموت اوكي، ما تعطي شت داونات. هذه وان واي، وهذه the easy stupid way in low elo اللي مره سهل تتعامل بها بغض النظر عن التوب لين. The other way which is the most يعني effective way انه الثلاثه كلات هذه او الكيلز هذه اللي انت بتسويها في الميد، انت يو اكشلي يو ترانزيشن ات، يعني تسوي له ترانزيشن ات على لين ثاني او على لينات ثانيه، تشوف السترونج سايد اوف ذا ماب حقك، تشوف هنا الجنجل حقهم، تسوي ابلاي بريشر، تنزل تاخذ كلين ثلاثه ترجع، يو جو يو باي وترجع تكمل. يو وان يور لين، يو وان سمون ايلسز لين، وممكن حتى يو وين ذا اذر ثيرد لين ويتش از نوت امبورتنت. فأمسك واحد سايد من الماب وقفله، مزبوط؟ مزبوط. أنا بالنسبة لي أفضل دائما البوت لين إلا إذا كانت التوب لين حقهم سليت بوشر، والسليت بوشر هذا قوي مرة وفولاتايل ماتشاب، ولو ساعدته أخليه يفوز للجيم، رايت؟ بعد ما أسوي الكلام هذا كله على طول I flip my هذا وسبورت، طبعا هذول لازم يقلبوا معهم، وI keep applying pressure بالميد حقهم نون ستوب وI go forward. طبعا هذا اذا انا كنت شامبيون ينفع امسك سايد لين مثلا زي زيد زي تالون زي الشامبيون هذول اللي ممكن يروح سايد لين زي ياسو زي. اذا انا كنت تيم فايتنج شامبيون، تيم فايتنج عندي التنشل حقي في الاي او اي مره كثير وما اقدر اروح سايد لين، اي فورس تيم فايتس. طبعا يو فورس تيم فايتس مره صعب لما يكون التيم حقك ما يبغى يسوي تيم فايتس معك، رايت؟ فانت يو تراي شباب اي ام فيري فيد we can win the game. تعالوا معايا. Let's force team fights by forcing team fights قدام objectives. Right? Call for an objective and force a team fight. بما إنه عندك item advantage كبيرة.
البروبابيليتي حقت انك تفوز مره عاليه. ففي النهايه يعني اللي ابغى اوصل له، عشان تفوز، عشان يو ترانزليت الليد هذه، يو هاف تو دو سمثينج اكتيفلي. في ناس كثير ياخذ الليد حقه، ايش يجلس يسوي؟ يجلس يفرم في اللين، يفرم في اللين، يقتل الميد، يفرم في اللين، يفرم في اللين، يقتل الميد، يقدم، يفرم في اللين، يفرم في اللين. ما استفاد احد منك، ولا سويت ولا شيء في الماب. يو ديدنت ابلاي بريشر، جالس خايف. هذا اللي اولو كذا سوى، اللي اولو يعني اخذ ادفانتج في الميد، جالس في الميد ما يتحرك. هي دازنت بوش، هي هاد التوب الميد لينر حقه يتحرك قبله، هو فايز. It's very hard to finish games بالطريقة هذه، بالذات لما تكون champion الأرلي جيم حقك كويس والليت جيم حقك بطال. Again زي زد، زي تالون، زي champions هذول. They have a very good early game. الميد جيم حقهم أحسن شيء في الجيم، بما أنهم يعني one item for spike champions ولا two items for spike champions، يكمل بيها، يخلص، لازم يخلص الجيم بيها قبل دقيقة 25. إذا ما خلص الجيم وأخرته، you don't lose. But you don't win games by being passive. عشان كده دائما نعلمكم، او يعني احرص انه انا اقول شباب يعني try to be aggressive as much as possible. طبعا مش الاجريسيفنس الغبي، عمر قال خليك اجريسيف كل شويه، هذا معناه انا حجري ادفهم، ماني شايف البوت، ماني شايف الميد، ماني شايف الجنجل، اوصل لين هنا يجي يقتلوني. تيم يا تيم سوي حاجه، انا جالس اسوي حاجه، انت زبال، انت السبب في الخساره دحين بدل ما كنت السبب في الفوز، رايت. فسمارت ريسكس متعلقه بهاو يو موف ان ذا ماب اند هاو يو موف ان ماكرو بطريقة أو بأخرى. بس أسهل شيء of how you translate early leads into wins is by transitioning a lead هذا ل other lanes، بس by maintaining a lead حقك في اللين. مشكلة لو أنت تسيب اللين حقك تاتل ميت مثلا، يجلس يفرم ببلاش لين يلحقك في الجيم وانت جالس تحت ولا جالس فوق، هذا خطأ. لازم you keep الباور حقتك في الميد ويو ترانزيشن الوين للين تاني برضو. الكنترول ميج زي ما الزهر صعب يطلع من اللين، اكيد، بس هذا مو معناه انه ما يطلع من اللين، اكشلي لازم يطلع من اللين، بس مو يطلع عشان يسوي سبليت بوش، يطلع عشان يسوي كاتش للويف، عشان ما يشير اكس بي مع الميد والسبورت مع الايدي والسبورت والجنجل، وبعد ما يشير الويف كاتش يرجع يستعد لتيم فايت مع التيم. خطا كبير اشوفه من الكنترول ميجز اللي يحسبوا انه انا عشان كنترول ميج انا ما اتحرك. واحد منكم يا اي دي سي يا سبو يا الميد لازم ينزل يمسك الويف اللي هي جايه. طبعا تكلمنا عن الموضوع هذا كثير. هذا واحد. اثنين، اللين اسايمنتس يوجولي المفروض الاي دي سي والسبورت يكونوا قريبين من الميد والجنجل قريب منهم. ليش؟ لانه دول الثلاثه they are the most important ones in terms of يعني controlling objectives في الجيم، رايت. السبورت لازم يروح يسوي سكان 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 وارد وارد سكان سكان وارد، واذا كان مع الاي دي سي هنا في البوت he won't be able to do that. الاي دي سي اكثر champion يقدر يشيل الاوبجكتيفز باسرع طريقه ممكنه هو والجنجل. الجنجل لازم يجري قريب منهم، يكون قريب منهم عشان يقدر برضه هي امباكتس ذا ماب. فنبغى التوب لينر توب، نبغى الميد لينر يسوي كاتش للويف او يسوي سبليت بوش، اذا يقدر يسوي سبليت بوش بعدين يرجع، فاهمين؟ فدائما يعني الجيم من يوم ما يتريجرز الميد جيم، من يوم ما تبدا الميد جيم، من يوم ما نشيل التاور هذا ما بين الدقيقه 10 الدقيقه 14 يوجولي 15، المفروض اللين اسايمنت ستغير. الميد لينرز اني مالزهار هذا انا ما اقدر اتحرك، انا اجي الميد مع الاي دي سي ونجلس نتضارب على الفارم ويشير اكس بي، ناخذ فارم على بعض ويشير جولد، اند وي لوز ا لوت اوف اور مينيونز هنا، وي لوز ذيس. لا تنسوا انتوا مو بس بتتشاركوا، انتوا حتى بتخسروا المينيونز الكثيره اللي بيروحوا في البوس. It's not a good option at all. You share XP، ال XP التشارك فيه جدا سيء ما بين تو كاريز عامة يعني. نبغى الـ ADC يكمل فارم لحاله، ونبغى الميد والتوب يكمل فارم لحاله.